وعن تطورات هذا الحادث يقول محمد أقوير الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة. دار البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. هذه الفرقة جبناها من الدار البيضاء. الغاية ديالنا من اللي جبناها من الدار البيضاء هو أن هذا البحث سوف يتم بحياد تام، والحمد لله هو ما جرى. بطبيعة الحال تم الاستماع إلى أكثر من 20 شخص. هاد الأشخاص كان فيهم جوج ديال كاين قايد، كاين خليفة، كاين جوج ديال الموظفين ديال مندوبية الصيد، من بينهم المندوب الإقليمي للصيد البحري والبيطاري، إلى إضافة إلى أشخاص آخرين. من اللي اتصلوا بنا الشرطة بطبيعة الحال اتصلوا بالابتدائية ديال الحسيمة، واتصلوا بنا احنا فيما يتعلق واقعة الوفاة. عطينا الامر ديالنا باش يتوضعوا بعض الناس رهن الحراسة النظرية، كانوا 5 في الحراسة النظرية. احنا في المجموع الاشخاص اللي تم التقديم ديالهم امام النيابة العامة هنا في محكمة الاستئناف كانوا 11. بعد ما قدموهم لينا بطبيعة الحال احنا درنا مطالبة باجراء تحقيق. حنا على السيد قاضي التحقيق اتخذ القرار ديالو صبيحة هذا اليوم. قرار ديالو بطبيعة الحال كان كالآتي: صدر قرار، دار لهم الاستنطاق الابتدائي، اعتقل 8 ديال الناس وطلق 3. بطبيعة الحال هاد 8 ديال الناس بيناتهم جوج ديال رجال السلطة والطبيب البيطري والمندوب الإقليمي للصيد ورئيس مصلحة بالمندوبية الإقليمية للصيد، إضافة إلى بعض عمال شركة النظافة بالحسيمة. هاد المطالبة اللي درناها ديال التحقيق بطبيعة الحال السيد قاضي التحقيق سوف يحقق وسوف يصدر قراره بعد انتهاء التحقيق. هو اللي غادي يقرر واش غادي يحيل المحكمة القرار ديالو بطبيعة الحال. غير اللي بغيت نقول لكم أن التحقيق ما زال يحقق في هذه النازلة، وهناك مبدأ أساسي في قانون المسطرة الجنائية هو مبدأ القرينة، يجب أن يحترم.